قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن ينوب الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به. وأتضمن القرار على سبيل المثال أن وزير العدل ينوب عن وزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية عن وزير الشباب والرياضة، ووزير الموارد المائية والري عن وزير الإسكان، بينما ينوب وزير البترول عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التموين عن وزير التضامن الاجتماعي. باشمهندس مروان، فيما يبدو أنها يعني من الواضح أنها خطوة لم نسمع عنها من قبل، هل تعتقد أنها نواة لمشروع أكبر يعني سوف يعني من الممكن أن يفتح المجال لضم العديد من الوزارات فيما بعد؟ والله احنا دايما يعني هو اللي بنسمعه ونعلمه من العمل السياسي ان هناك للوزير نائب ينوب عنه في عدم تواجده، وليس وزير اخر نائبا عنه، لان طبيعه الوزاره فيها تكنوقراط المفروض. ولو احنا بنتكلم على وزاره سياسيه لابد للوزير السياسي وليس الوزير التكنوقراط اللي هو ابن الوزاره اساسا بيجيب نائب ليه في حاله غيابه. واساسا السيد الرئيس وكثير من التصريحات اللي قريناها في الاعلام ان هناك اتجاه كبير لوجود نواب لوزراء كل الوزارات الموجوده، فبدلا من هذا القرار اللي ربما احنا كلنا مش فاهمينه، يعني انا واحد برضو مش فاهم ما علاقه هذا بذاك، ولكن الاهم ان هو كنا ننتظر قرار ان سيد رئيس الوزراء يطالب كل وزير بتعيين نائب له، سواء واحد مثلا نائب سياسي ومن الناحيه الثانيه ربما نائب تكنوقراط في ملفات معينه، نائب بخصوص المشروع الفلاني، مشروع العلاني. نتمنى الوزير الصناعي يبقى ليه نواب مثلا للصناعات الصغيره، واحد نائب للصناعات للتعامل مع وزاره الاستثمار، ده اللي احنا نسمعه يعني. انما واحد لو ما جاش الثاني يجي مكانه يمكن اليه، ولكن اليه لا اعتقد لها انها ستنجح في ظل هذه الظروف، وهناك اليات اخرى كثيره عرفها العالم ويطبقها العالم أجمع ربما تعطي نتائج أسهل وأسرع مما أراه الآن.